اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أطباء على الهواء، اشتقنا لكم، الأسبوع الماضي احنا ما كنا معكم، أنا ما كنت معكم، كنا معكم كان موجود بس عدنا لكم حلقة العظام لأنه رح نجيب لكم مادة جديدة، فرجعنا لكم بالجديد والكثير، خليكم معنا، رح أبلش بنصيحة لليوم فحرجع وزي ما بقول لكم كل مرة، قلم وورقة وتابعوا معي مزبوط اليوم حاب أحكي لكم معلومة عن الأدوية والعلاج وأخذ الأدوية بانتظام وحسب تعليمات الطبيب وبالجرعات المحددة هلا هل الواحد ممكن يكون عنده صعوبة في المتابعة مع أدويته أو علاجه لأنه لعدة أسباب بينسى مش قادر يدفع حقها مش عارف يمكن مدى أهميتها قال له طبيب خدها وهو ما مش مركز يعني أنه لإيش لا بدي أخذها يعني بالضبط فمرة بياخدها مرة لا ممكن كمان مش عارف إذا عم تشتغل ولا لا عم بياخده بس مش عارف إذا عم بيشتغل ولا لا مل ما شاف نتيجة المريض فبطل يتابع بأخذ أدويته بانتظام هلأ إذا عندكم مشكلة بنسيان الأدوية بالوقت يعني خلينا نقول إذا مشكلة بتعتمد على الوقت بنصحكم بالتالي أنه نبدأ إحنا ببرنامج أول ما إذا أدويتك علاجك على مدى طويل يعني مش يوم يومين أو ثلاثة وحتى إذا يوم يومين أو ثلاثة وإنت من النوع اللي بتنسى نعمل برنامج على كتيب بنشيله معنا بالشنطة بالمكتب بالسيارة بالبيت إذا مش هذا اللي عم عم بيصير معك أو مش هاي الفكرة اللي أنت بتحبذها ما عندك هذا الكتيب برجع بقول الخيار الآخر إنه تعلقوا ملاحظات في الأماكن اللي بتشوفوها أكثر إشي يعني زي جنب الباب عند مراية الحمام أو على الثلاجة انه خد الدواء اشي تاني كان ممكن انه الواحد يعمل مش كان ممكن لسه الواحد انه يعمله تشتروا من الصيدلية علبة ويكون ساعتها مدى اسبوع في آه على الاقل يعني هي مفيده جدا لانه بكون فيها آه يوم الاحد الاثنين الثلاثاء بكون مكتوبين هيك اس ام سانداي ماندي اول حرف بكون مكتوب عليها وبتخلوها ببوكس واحد وبتحطوا هاي الجرعات المطلوبه منكم لكل يوم بكل بوكس وكل يوم لازم تخلصهم بمواعيدهم آه هلا عشان دائما تعرف شو هو الدواء اللي عم تاخده لانه انت يمكن مش طبيب او مش يعني خبير بصحة او بدك تعرف شو هو هذا الدواء دائما بنصحكم انه تتركوا حبة واحدة بالشريط او بالعلبة اللي فرغتوها بهاي العلبة تحت الاسبوع عشان تعرفوا لأي علبة ترجعوا فدائما اتركوا حبة واحدة بالغلاف الاصلي عشان تعرفوا كيف ترجعوا أه هلا أه عنا كمان أه ملاحظه حطيتها انه ممكن انه انتم تشملوا الدواء عشان ما تنسوا، انا بنصحكم كثير وشيء بيفيد معي كثير حطوه مع شيء بتعملوه روتيني يومي اكثر من مره، مثل ايش؟ مثل لما تفرشوا اسنانكم، انه بنفس الوقت تاخذوا الدواء، يعني بدي افرش اسناني واخذ الدواء، هلا لما تشملوا بروتين يومي او لما عم بتحضر القهوه، اخذ دواي قبل ما تجهز القهوه، اوكي؟ لما تدخلوها بروتين يومي، ان شاء الله هذا حيساعد مع الوقت انك ما تنسى امتى تاخذ موعد دواك هلا اذا في واحد مش آه قادر آه خلينا نقول آه يدفع حق الدواء او مش مناسب مش مناسب بالنسبه له سعر الدواء في اكمل ملاحظه آه صغار ممكن اساعدكم فيها آه الدواء آه لما تشتريه على الاغلب بيكون في إله بدائل اسال طبيبك عن بديل وممكن يكون ذات تصنيع محلي لأنه مرات المستورد بيفرق بس بأنه عليه ضريبة أكتر لأنه جاي من الخارج لأنه عليه شحن وتوصيل وجمارك فممكن يكون سعره أعلى فممكن تلجأ لبديل أرخص أو محلي وبكون بنفس الجودة لأن الخلطة الكيميائية هي الرئيسية وليس الاسم التجاري اللي على العلبة الاسم التجاري بتغير من شركه دواء لشركه دواء بس الخلطه الكيميائيه هي نفسها اللي بتعطي هاي النتيجه هلا آه كمان ايش ممكن تعملوا عشان اذا المشكله هي ب للدواء او المشكله ماديه اتصل باكثر من صيدليه وشوف شو سعر هذا الدواء بكل صيدليه ممكن تلاقيه ارخص بهاي الصيدليه عن هاي اتصل واسال قبل ما تقرر انك تشتري من هذا المكان كمان ممكن الواحد اذا عنده تامين صحي يتاكد لما يجدد عقده السنوي للتامين الصحي انه يشمل اغلبيه الادويه بشكل مريح حتى توفر عليه بكم اقل برضه التوجه الى المراكز الصحيه الحكوميه وصيدلياتها بعين المواطنين باسعار مسهله اكثر من القطاع الخاص آه، كمان اذا عندكم مشكله هاي من الاشياء الاخيره بدي اقولها اذا عندكم مشكله باعراض الدواء في حالات هلا هدول احنا خلصنا اذا بتنسى ما عم تاخذ دواك هدفنا انك تاخذ الدواء بانتظام اذا عم تنسى آه خلصنا منهم قلنا ايش واذا عم عندكم مشكله بالدفع للدواء برضه قلنا ايش على فكره اذا المشكله ماديه يعني بالدواء رجاء ما تقلل الجرعات لانه مع يعني مسيرة الطبية القليلة انتبهت انه في بعض المرضى بتوقع انه بيقدر ينزل الجرعة عشان يخلص الدواء بسرعة يضلوا موجود عنده هذا اشي خطأ كتير انت ما عم تستفيد من دواء الجرعة مهمة بدرجة اهمية نوع الدواء جرعته هي ضرورية جدا لازم تاخدوها بالجرعة اللي وصفها الطبيب هلا اذا المشكلة باعراض الدواء عشان هيك ما عم تقدر تاخد الدواء اتصل بطبيبك وخبره عن الاعراض برضو اذا ما عم تحسوا بتحسن بالمرة اوكي من الدواء برضو لازم تحكوا مع طبيبكم واذا كان طريقة استخدام الدواء هاي اخر معلومة بدي اقولها انه صعبة اذا كان ابرة وعم تتضايق من نغزات الابرة اذا كان حبة كبيرة وما بتقدر تبلع يعني اذا ممكن انه ترجع تحكي مع طبيبك بهدول الثلاث حالات إذا الأعراض سيئة، إذا الدواء ما عم بيشتغل، إذا طريقة إعطاء الدواء إلك أو الطريقة اللي عم تاخد فيها الدواء غير مريحة، ارجعوا احكوا مع طبيبكم عشان يلاقي لكم بديل وتستفيدوا من العلاج. حلقتنا لليوم حلقة حلوة فرح أقول لكم مين ضيفنا بس بعد الفاصل خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم عدنا من جديد اطباء على الهواء اليوم حلقتنا مميزه احنا بشهر ايش بشهر 11 او أه نوفمبر هلا نوفمبر بتسوى حم حول العالم هو بالان بينكتب بحرف النون بالانجليزي ان أه نوفمبر بتسمى حول العالم بموفمبر بيصير بالام يحكوا ليش موفمبر هي من أه الام حطوها من كلمه ميل ذكر او من رجال او مستاش الشارب هو شهر توعوي عن سرطان البروستات واحنا موضوعنا لليوم سرطان البروستات ومعنا اليوم دكتور رائع وحيفيدكم كثير واحلى مع قلبه انه يفيد الناس ويحكي لهم شفتوه يمكن كتير واليوم هو برضه ضيفنا واحنا بنتشرف بزيارته لنا وقبوله هاي الدعوه دكتور مازن قرعان اهلا وسهلا اهلا فيكم شكرا لكم كيف صحتك الله يسلمك ربي يحفظك بارك فيك و... الله يخليك يا رب محطتنا اصلا يعني متعودين عليها طبعا اهلا فين دكتورنا دكتور بازل قرعان م. على فكره هو استشاري جراحه الكلى والمسالك البوليه ومن مجال اختصاصه سرطان البروستات ويمكن من اكثر الناس اللي بيحب يوعي بهذا الموضوع وناشط فيه دكتور مازن اذا بدنا نبلش موضوعنا لليوم كثير من الناس ما عم تعرف احنا شو عم نحكي، ايش هو البروستات؟ وات از ذا بروستات؟ شو البروستات؟ هلا هو نكون واقعيين انه ليش هالاهتمام يعني ليش انت بتحكي قبل شوي من شهر 11 واهتمام عالمي فيه، شو المشكله هذه؟ ليش حجم الحجم تاع المشكله؟ حتى نفهم الحجم تاع المشكله احنا بنعرف الناس دائما توعيتهم دائما عن سرطان الثدي في النساء بالضبط اللي مش موجود اللي 10 بشهر 11 بيجي يعني <applause> ما من هالشغله هذه بس بالمقابل احنا في عندنا سرطان البروستات اللي بيصيب الرجال وما بيصيب النساء لانه ما عندهم بروستات النساء هلا هل آه المشكله هذه لازم نعرف انه في عندنا كل سنه حوالي مليون شخص يصاب في هذا المرض وربع مليون في العالم بموت بسبب هذا المرض في امريكا لوحدها عندنا كل سنه ربع مليون شخص بينصابوا بمرض سرطان البروستيت منهم ثلاثين الف بموت بهذا المرض مم. وموجود في امريكا الدراسات بتدل انه كل انسان فيهم كل رجل في امريكا واحد من كل سبع رجال في حياته راح ينصاب بسرطان البروستات اذا كان طبعا مش تمييز عنصري اذا كان من البيض خلينا نسمي وواحد من كل خمسة من السمر بنصاب بسرطان البروستات اثناء حياته، اذا احنا بنتكلم قاعدين عن شيء في العالم له اهمية كبيرة، موجود بكثرة ومنتشر بشكل كبير جدا، صح عندنا في الوطن العربي بعد فترة من النقاش بجوز نحكي للمرضى عن ليش عندنا احنا ممكن نكون اقل من من غيرنا عن هذا المرض، هلا سألتني انت شو البروستات اول شيء ببلش شو, شو البروستات هي البروستات هلا البروستات لو سمحت لي في تشريحيا في معنى صورة مخرج تشريحيا للبروستات اذا بيصير نفرجيها عشان